بكلفة قرابة 16 مليون دولار انطلق منذ عام 2006 مشروع الحزام الأخضر على الضفتي الشمالية والغربية بشكل هلالي لمدينة كربلاء بغية الحد من ظاهرة التصحر وبطول 8 كيلومترات وعرض 100 متر يمتد هذا المشروع والذي يشهد نموا سريعا إلا أن السنوات الأخيرة كانت قاسية على المشروع من قبل الجهات الحكومية المعنية. زراعة أكثر من 20 ألف نخلة وأكثر من 30 ألف شجرة زيتون وحوالي عدد مماثل من أشجار الكاليبتوس. أثمر الزيتون والنخيل هم أثمر والكاليبتوس كان مصد قوي للرياح وللعواصف الرملية. المسؤولية الأولى تقع على الحكومة المحلية في كربلاء وكذلك تقع على وزارة البيئة. هذا يعني إحنا من نزرع شجرة أو شجرتين نفتخر كيف بنخيل مثمر وصل ارتفاع النخلة أكثر من مترتين. مواطنون أعربوا عن سبب الإهمال وعدم الاهتمام بهذا المشروع من قبل الحكومة المحلية في كربلاء، قد حول المكان إلى أعمال قتل وتعرض المزروعات إلى السرقة والتدمير. حزام الأخضر متلكي، يعني فوائد الحزام هو تقليل الأتربة، العواصف الترابية. اليوم قاعد نشوف هذا الحزام متلكي، ما بي الأشجار كلها يابسة، الأيادي العاملة اللي كانت تشتغل بك كده عافته ما تعرف إنه هذا الإهمال الحكومة ليش. مو بس هذا، يعني حتى جرائم قتل قاعد يصير به. الحزام الأخضر الذي يحيط المحافظة من الجهة الصحراوية يعاني من إهمال الجهات المشرفة عليه، إذ إن لهذا المشروع فائدة اقتصادية كبيرة لكربلاء من خلال وجود أشجار الزيتون والكاليبتوز وشتلات أخرى. ليبقى المشهد ضبابيا حول الجهات التي تتسبب بهدر المال العام بحسب مراقبون. هناك حزام أخضر شمالي وهناك حزام أخضر جنوبي. حزام الأخضر الشمالي الكلفة التقديرية مالته 16 مليار دينار، صرف عليه لثلاث مراحل، صرف عليه تقريبا 9 مليارات، وإضافة إلى ذلك توقف العمل به مما أدى إلى هلاك كثير من النباتات لأنها معرضة من الهلاك. الحزام الأخضر الجنوبي يربط من طريق عين التمر إلى طريق النجف. إهمال الحكومات المتعاقبة وإهمال هذا المشروع الحيوي اللي حقيقة القيمة التقديرية إلى أكثر من 50 مليار ما نلاحظه سبب هدر مال عام واضح. أشجار ميتة، هكذا يبدو الحال في مشروع الحزام الأخضر والذي كلف المليارات خلال السنوات الماضية. إهمال حكومي متعمد يراه مراقبون، فإدامة المشروع لا تكلف سوى أجور العاملين الذين يسقون المزروعات هنا. علي خالد، وان نيوز، كربلاء.